بينا نكونوا يعني في المستوى، وان شاء الله يعني يكون هذا اللقاء هذا مثمر بتأطير الأستاذة خديجة الربع اللي حنا كاملين بينا يعني كنقولوا يعني انا شخصيا بعدا يعني ونقول لكم اليوم انا واحدة التلميذة ديالها من البداية ديالي كانت معها في 2009 وبالفضل ديالها نقدر نقول لكم اصبحت على ما عليه الان. يعني أستاذة يعني كانت دائما للمرأة السياسية في 2009، كيف تعرفوا يعني 2009 كانت واحد التمثيلية قليلة جدا، ورغم ذلك يعني ضحت معنا كثيرا وقدمت لنا جميع اللي كنحتاجوه باش قدرنا نوصلوا المسار ديالنا. وهذا اللقاء هذا يعني كاين من تنظيم أنهار وتنظيم كذلك صندوق الأندلسي للبلدية من أجل التضامن الدولي 50، وهنا كنعطي الكلمة للأستاذ إبراهيم بن صبح اللي غادي يقدم لنا الكلمة ديالو باسم 50. شكرا. فيدرالية أنهار جماعة محلية شمال المغرب والأندلس، ولكن بحضور الفيدرالية أنا اليوم جيت بصفتي ممثل صندوق 50 للبلدية، صندوق الأندلسي للبلدية. بالنيابة عن المرسق العام للفرنسي اللي هو السيد سيرجيو كاستانيار، كيشكر الحضور الكريم، كيشكر جامعة تطوان على الترحيب على الحضور على هذا الورشة هذه، وكنتمنى زعما تبادل الخبرات في قضايا المساواة وتكافؤ الفرص ودور المرأة السياسية في المجتمع المدني. نتمنى هذا تبادل الخبرات هاد الورش هادو يتلاقاو السياسيين يتلاقاو المعارف ويزيد ان شاء الله يخرجوا ديما بمردودية احسن. شكرا جزيلا استاذة عمار، شكرا بزاف. حقيقة استاذة خديجة هاد المعطيات هادي اللي كنشوفوها هي صراحة معطيات صادمة جدا، وهذا الشعار اللي اختاروه في اليوم الدولي للمرأة اللي هو استثمار المرأة للمستوى التقدم، يعني كنشوف بأن يعني إذا نشوف احنا الحل هو المرأة، يعني المرأة يعني إذا اشتغلت يد في يد يعني تقدر تكون هي اللي غتساهم في التقدم. بالنسبة للجامعات أنا غنتكلم بصفة عامة، يعني كاين مشاكل في هذه الميزانية المستجيبة من النوع، وحنا كمنتخبات خصنا نعرفوا بأن يعني احنا الضوء ديالنا يعني كيبقى يعني ملي كندخلوا لهاد الجامعات وهاد المجالس الجامعات الترابية بصفة عامة، يعني حنا فين دخلنا في واحد الإطار ديال الكوطة ديال مقاربة النوع، يعني وهاد الانتخابات هادو ديال 2021 عطاتنا التمثيلية ديال الثلث، يعني كي أي مجلس ترابي سواء جماعة محلية أو مجلس إقليمي أو مجلس الجهة كاين الثلث ديال النساء. هاد النساء هادو يعني حنا خصنا نعرفوا الدور ديالنا شنو هو، حنا الدور ديالنا ما خصناش يكون يعني تابعين أو يعني حنا غير كندخلوا لديك المجلس صافي كنتجردوا واحد مجموعة الأمور ونعملوا الخطة أمامنا هي النساء. يعني دابا أنا كنشوف يعني هاد الجماعات كلهم فيهم يعني الثلث ديال النساء، ولكن لحد الان باقي يعني باقي كاين اشكالات. يمكن قبل وهذا كنت ناقشت معك الاستاذه خديجه، يعني قبل انتخابات 2020 واحد مجموعه النساء ترشحوا وانتخبوا ولكن جبروا راسهم ما عارفينش شنو الدور ديالهم. انا في رايي كنشوف ان الدور ديالنا حنا داخل ديك المجلس وما خصنا ندافعوا على النساء بصفه عامه. بصح كنشكلوا المجلس واحد مجموعه ديال الهيئات حزبيه يعني، ولكن ملي كندخلوا حنا المجلس تيكون الهم ديالنا هو النساء. احنا الثلث يعني عندنا واحد الآلية دستورية كثيرة باش ندافعوا على هاد الميزانية المستجيبة للنوع، باش ندافعوا على مجموعة النقاط من خلال إدراج نقاط الجدول الأعمالي، غير إلا جاو الثلث ديال النساء داخل ديك المجلس وطلبوا من الرئيس واحد النقطة داخل جدول الأعمال كنفرضوا عليه حنا خصنا ميزانية مستجيبة للنوع، يعني بزاف منو حيت الثلث ديال النساء الثلث الأعضاء كيطلبوا هاد النقطة يعني أوتوماتيكمون غتجوز. يعني هاد النساء اللي كيشكلوا الثلث يعني عندهم واحد الدستور عطاهم واحد مجموعة الآليات اشتغال. حنا اللي كنفتقدوه هو هاد النساء هادو، يعني ما كيقدروش يعني واحد مجموعه ديال المشاكل، ولكن حيت اعتقد بانهم كيغيبوا الدور ديالهم. حنا اذا انا كنشوف في رايي كنساء ندافعوا على النساء داخل المجالس ديالنا باش بعدا نشوف هذا الشعار، يعني لان الاستثمار في المراه يعني كيصرع وتيره التقدم. يعني حنا كنساء وكنطالب جميع المنتخبات يعني وان شاء الله غادي يكونوا لقاءات اخرى باش نوحدوا حنا الصفوف ديالنا يعني كنساء ونشتغلوا من هذا المنبر هذا. يعني الثلث داخل اي مجلس يعني عنده القوه الكافيه باش يفرض اي حاجه على هذا الرئيس كيف ما يكون، وكيف ما كان هذا المجلس يعني الثلث هي قوه ضاغطه في رايي وغادي يقدر يعملوا بها بزاف الحاجات. وشكرا في اطار ترفع المراسه الاخرى. في المجلس ديالنا هنا في مارتين ولا في مضيق ولا في ميناء عندنا 6 نائبات. هذا بان
تقريبا 5 و6 وبقيت مصره وداك ماشي كان غادي تفرتت حتى تنزل واحد النائب اللي عطانا داك داك السادس قهوه هو السادس وحنا خدينا الرابعه والخامسه حيت بغاو يقنعوني بان لا بحال النائبه السادسه بحال الاولى كنقول لهم ابدا انا المجلس غادي يكونوا فيه النساء والمكتب هو النساء هما الاخرات كنرفضوا يعني وفي صراع كثير باش خدينا داك الرابع كاين جامعات اخرى فيهم نائبه اولى وثانيه ولكن حنا في المجلس ديالنا كانت يعني النساء خصهم غير ياتوا بهم كنت رافضه في النقطه الثانيه هما اللي كنا كنشكلوا الليجن الاستاذه سعيده الزموري يعني هي رئيسه اللجنه قسموا الليجن ديال الاغلبيه حيت حنا كنا تحالف الاغلبيه كلهم خداو رجال معنا النساء ما دفعوش على راسهم ملي جينا يعني بقاتنا ديك اللجنه اللي كيخضع ديال المعارضه هي الميزانيه وانا كنت انا اخر واحد غادي نهضر قلت لهم يمكنش انتم الليجن ديال الاغلبيه اللي حاضرين خداوهم رجال ولكن حنا عندنا هذه اللجنه هذه اللي قد المعارضه غنعطيوها نمره وتصور جميع الاعضاء صوتوا حيت كانوا جوج مرشحين كانت الاخت سعيده وواحد السيد اخر يعني جميع الاخوان شافوا الرئيس قال فلان فلاني كلشي قال حنا مع فلان فلاني انا كنت انا قبل الاخيره قلت له ما يمكنش حنا في المجلس وحنا هاد السياسه والدوله كتفرض علينا الثلث فين هاد الثلث اذا هاد اللجنه هادي ستكون فيها امراه لي حسن الحظ يعني الصوت طلعت يعني انا كنت اخر وحده كنت واخا ما كانش اتفاق ولكن لي مورايا حيت هو قوه نضلت من موقعها باش نقول انا رئيسه اللجنه يعني واخا السيده ماشي معايا يعني كيف كنقولوا في المعارضه انا بالنسبه لي يعني كنحس كنشتغل وكنتمنى يعني جميع الاخوات يكونوا كيشتغلوا هكذا حنا كنساء يعني نعرفوا راسنا يعني حنا كنساء نساء داخل المجلس حيت حنايا الكوطه تقدر باش تدافعوا على النساء ماشي باش نتبعوا فلان ولا علان يعني حنايا انا بالنسبه لي نساء كنا يعني نشاركوهم سواء كانوا في حلقه الاستاذه كان انا بالنسبه لي معليش يلا اليوم معارضه حنا نساء خصنا نشتغلوا مع بعضنا خلي الرجال براس بقاو عندنا معارضه وعندنا الاغلبيه ولكن حنا نساء حيت الاليات عطاونا واحد مجموعه الاليات باش ندافعوا على النساء شكرا وسمح لي على هذا لا بالعكس مزيان اننا نتخاصموا هذه التجارب لان